try and get around as well. But after I found you and called, I managed to find you, there was no job, so they said there was really short at the COVID. Waiting on a chest X-ray, and I'm waiting on the road. السلام عليكم بنات، كدير بخير؟ لاباس عليكم؟ كل شيء مزيان، امور هنيه، صحيح لاباس ان شاء الله. كلكم تكونوا بخير وعلى خير، واموركم كلها 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 مزيانه. كنشكركم البنات بزاف بزاف على التفاعل ديالكم مع الفيديو اللي فات، كنشكركم بزاف 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 بزاف. المهم تخيلوا معايا الغد لي ديال داك النهار، المهم كنت صورت لكم داك الفيديو هكاك ودرت ليه المونتاج. الغد ليه تنحس براسي ما هياش، لحتو وخليتو بريفي، لحتو في تليفوني وخليتو بريفي، وليت كنحس براسي ما هياش، يعني كنحس براسي فاتيكي بزاف. الا شوني كنت معصبه وداكشي، وفعلا داكشي راه من الداخل، والشو في السبيطار يعني هنايا مستحيل انهم السبيطار يقبلك وانك انت ما عندكش شي حاجه اللي يعني كيكونوا عندك اعراض. ما جيتش ومشيت للسبيطار، غنقول لكم هذه عشان نقول لكم الهضره اللي كاينه باش تعرفوا علاش وريتكم الصوره في الاول. فعلا مشيت قلت لكم البنات السبيطار وداك الشيء. السبب الاولاني هو انه الرعاف كثر ليا بزاف، عرفتي شحال ني فيه رعفت فيه. غير باش نقول لكم واحد الحاجه يعني بين قوسين، كنت انا صغيره كانت عندي تقريبا واحد 5 سنين بحال هكا، كنا مع 6 سنين نقولوا 6 سنين. المهم كنت مع الدار، كنت مع ماما وبابا ودرنا كسيده، وكنت العرق ديال النيوفاتيت النيوفي ها النيفي هذا طرطقو، ما عرفتش شي ثلاثه العروقه. المهم ديك العروقه اللي تيكونوا اللي يكونوا كبارين في ديك العروق، هو صغير ولكن ما بين داك الصغيورين داك الكبير فيهم، الكبارين اللي فيهم. فعلا طرطق، ما هو واحد ما هو جوج ما هو ثلاثه تقريبا نقول لكم. المهم واحد داك العروقه اللي طرطقوا كانوا كواوهم ليا، وكنت خيطت فمي من الداخل لهنايا باش راك تبقى صغيره، وكنت شوف مشى ليا لانه تلاح ليا شحال من حاجه تلاح ليا على عينيا. فالحمد لله شوف رجع وفمي تخيط، ما بقاش باين داكشي، كاين واحد الحبه لداخل صغيور. والنيف ديالي نرجع لكم الموضوع اللي بغيت نهضر لكم عليه، هو النيف ديالي البنات كان ولا بدا ينزف ليا، فنيفي البنات بدا ينزف ليا، يعني واحد النزيف اللي مجهد، ماشي داك النقطره قطره تنزل، لا تينزل بواحد الطريقه. واخا تدير كلينكس واخا ندير ما درتش تيبقى يخرج، ولا درت بحال هكايا يعني كيخرج داك الدم بزاف، الا درت بحال هكايا ما كيبقى كيتحبس، كدوز شويه كيعاود يتحل، يعني رجع ليا نفس المشكل. فما بغيتش انا نبارطاجي معكم التصاور، لانه الا بارطاجيتو معكم الفيديو غيقدر ما يتقبلش. المهم البنات نكمل لكم. صافي كنت مشيت للسبيطار، عيطت للسبيطار بعدا، كنت راسي كانوا معايا غير الدراري، باختيار كان في خدمه. فعلا عيطت له داكشي، قال انا غنجي للخدمه، قلت لي بلاش، قلت لي خليني انا تنشوف الحد الاقصى، الا بان لي قضيه حامضه راه غنقول لك جي. فمنين جيت بقيت داك الوقت اللي تنعيط وداكشي، داك الوقيته اللي كنعيط وهذا ما جيت، يلاه يلاه حتى صاب انه صافي الوقت خصني. فمنين البنات منين عيطت للسبيطار، عيطت لهم وبديت نشرح لهم الحاله وداكشي، قالت لي راه غادي يعيط لك واحد الطبيب. فعلا عيط ليا طبيب، بدا يسول فيا شحال هي الحاله ديالك، شنو كتحسي، اعراض اللي بديت نحس بهم. راسي تيحرقني من الداخل بزاف، عرفتي واحد الشقيقه كنحس براسي غيطرطق، العينين ديالي تيضروني من الداخل لدرجه تشوف نقص ليا بزاف. غير في داك اللحظه دابا الحمد لله رجع، شوف نقص ليا بزاف، يعني مابقيتش كنشوف لدرجه تندير نظاري ما كنشوفش مزيان، وبلوس داك السخانه طلعات والعروقه قلت لكم ديال النيفي عشان نرجعوا نفس المشكل طرطقوا ليا. الطبيب اش قال لي ما نقدرش نهضر معك في التليفون على هادشي بحال هكا، يعني الحاله ديالك خصك ضروري الطبيب باش يدير لك بزاف د الفحوصات وديك الساعه باش نعرفوا شنو المشكل. فعلا كما تشوفوا الفيديو وريتكم في يدي داك اللصقات اللي كاينين هنايا هنايا وفي رجليا وداك الشيء، داروا ليا تخطيط ديال القلب لانه قلبي بدا تيحرقني، وهادشي كله السبب ديال الاعصاب لانني تعصبت من الداخل ديالي. انا بلاش باش نقول لكم حاجه ما كنحمش اللي شمتني، هادشي لا علاقه له بحتى شي حاجه، زعما لا علاقه له انه زعما راه الدريه هادي، ما كنبغيش اللي شمتني بصفه عامه ديال بيرسوناليتي ديالي، يعني يوقع لي وقع كما كان الحال ديال اي حاجه، ما كنبغيش اللي شمتني، يعني حاجه بخاطري اما شي حاجه اللي شي حد
كما تيقولوا يسحبني انا مكلخه ولاد مدوم لا هذيك ما كنبغيش تدوز عليا واخا يبقى عرق واحد تيتركل فيا وهادشي اللي طرا لي وهادشي اللي مرت والله ما ندم عليه علاش لانني وصلت لواحد النتيجه وخا صحتي طاحت ولكن النتيجه وصلت لها المهم البنات نكمل لكم صافي قلت لكم من بعد الطبيب فاش شاف داكشي قال لي الحمد لله الفحوصات ديال تخطيط القلب طلعوا مزيانين هذا شي يقولوا لي ما تديوش على هذا الشيء اللي في نيفان نقول لكم شنو هو انا عارفه واش قلت شنو دخنونا ولا التخطيط ديال القلب البنات طلع مزيان باقا فيا السخفه ولكن هادشي نورمال الطبيب خرج لي واحد لي فيتامين خصني نشريهم تنتقاسمهم معكم غنشريهم من البلاصه ديال البي فيتامين يعني اللي كيتباعوا فيها لي فيتامين واحد الماركه اللي كتعجبني بزاف تنتقاسم معكم شنو غناخذ بالضبط صافي والدم اللي تنقص ليا هو اللي مخليني دابا كنتخنق وكنحس بالتنفس عندي ضعيف لانه الدم راه هو كلشي بالذات فالحمد لله داكشي كامل طلع مزيان غير الطونسيون طلعت ليا فواحد الوقيته فاش يلا دخلت للسبيطار كانت طالعه قريب 15 ومن بعد هبطات يعني الطبيبه قالت لي واش تي معصبه عندك شي مشكل عندك شي حاجه ما بغيتش نبقى ندخل في لي ديتاي قلت لها لا قلت لها ما عندي حتى شي مشكل غير كنحس براسي شويه متوتره قالت لي علاش قلت لها ما راك عارفه مع الدراري وداك الشيء والصهير وهذا قلب السين تاع ما كاينلاش غنبدا ندخل في لي ديتاي وهذا لانه شي حاجه اللي ماشي شي حاجه يعني ماشي شي حاجه اللي غندخل لي ديتاي ما كاينش فيها شي معنى انني غندخل في لي ديتاي ديالها صافي هادشي اللي كاين البنات من بعد قلت لكم بقيت في السبيطار حتى الخمسه بغيت باش نقول لكم واحد الحاجه غتجيكم الضحكه انا في الاول بديت كنضحكوا كي من بعد تدورت مع راسي رجعت لقيت راسي اللي دمدومه كنضحك عليها تخيلوا معايا فاش مشيت للسبيطار شنو دار خونا تسنيتو بعدا انا كنت صافي في اي لحظه كنقول راه غنهز الدراري غنديهم ليه الخدمه ويردهم معاه يعني باش يلا يكمل داكشي حيت ما يمكنش يجي ويخرج يمشي فحالو قلت غنديهم ليه ومن تما غنمشي للسبيطار قال لي هذا هو الحل ديالي جيبي لي الدراري وسيري فعلا شنو طرا البنات تموتوا غير بالضحك صافي وانا نعيط ليه قال لي انا راه صافي غنجي زربيت كلشي انا غادي نجي بلا ما ديري حتى شي حاجه انا جاي عندك بلا ما تمحني تمي جايبه الدراري داكشي من بعد منين جا قال لي نشوف شحال ساعه كاين نسيت بعدا نمشي قال لي تمي غدا راسك قلت ليه شوف راه البلاصه كيدخلوا الراس يعني نقول لكم هادي باش نكمل لكم سمحي لي خنطول عليكم قلت ليه راه السبيطار راه ما يمكنش هي غدي معايا الدري خليني انا بعدا نمشي نتعالج لانني كنحس راسي عيانه مسخسخه نطحتها نعرفوا شنو هذا المشكل ديال الدب اللي تنزف ودار الشقيقه ديال الراس شنو هي حيت داكشي عرفتي جاني كثير ما مشيت للسبيطار الا وصافي وصلت ليا العظم اش دار قال لي هزي طوموبيلتي خليتها وراك هزي طوموبيلتي واش فيها المراقبه شحال ضحكت وصفت معايا ارين تخيل معايا ملي وصلت للسبيطار قالت لي في الريسبسيون واش باغي الدري صغير قالت لي من جهه اخرى قلبنا داكشي حيت قبل كدي معاك ولادك داكشي قلت لها لا ليا انا قالت لي الولد ما مقبولش ضروري خصك ترديه للدار اللي عندك كيقابلوا لك ولا عندك شي صاحبتك ولا شي حاجه ناري صدقت راجعه للدار رديت ارين قال لك وعلاش ترديه علاش يقول لك هذيك خويا شنو هادشي قلت لي اصلا انت يلا دورتها مع راسي صيفطيني في طوموبيلتي هو تيتراقب حيت عنده لابليكاسيون في تليفونه حتى انا عندي في طوموبيلتي ولكن هو ديالته عنده في تليفونه قلت لي بغيتي تراقب انا فين غادا واش انا في هادشي خويا انا راه غادي نمشي للسبيطار فعلا صافي حطيت ارين ورجعت للسبيطار نفس البلان وبقيت حتى الخمسة الصباح ولكن الحمد لله رضات الوالدين مع دخلت طحت مع داك الموجه كاينين عرفتي جايين واحد الموجه ديال الدراري والدريات جايين كانوا سهرانين وداك الشيء واللي مضروب اللي مبليسي اللي هذا سبقاتني دخلتني جهه اخرى قالت لي دخلي جهه اخرى حيت خافت نلصق شي واحد مشير بشي حاجه وداك الشيء وانا صاحيه ما بيا والو دخلت لجهه اخرى صافي هما داروا لي الفحوصات وداك الشيء والطبيب شنو دار لي البنات الا غايبه لكم هنايا باش نقرب لكم شنو البنات هاد الكحوليه هادي الطبيب كواليه ولكن هاد البلاصه هادي تقطر عليها واحد لا تكنيك خرجت جديده واحد اللصق بحال لصقه ولكن هي ماشي لصقه وما كتقدريش ديرها انت راسك خصو يديرها لك الطبيب كيشدها كيدير واحد العود كيدير واحد المنظار كيعرف بعدا البلاصه فين كاينه كيبقى يشوف داك المنظار وتيشدها يقطر عليها هذاك اللصقه بحال انا نقول لكم اللصقه بحال اللصقه كتكوي داك العرق باش كتسدو كوالي جوج العروقه الثالث ما بانش لي تخيلوا معايا حتى رجعت للدار وعاود رعفت غير رجعت وصلت للدار رعفت فهادشي اللي كاين خصني عاوتاني نعاود نرجع ولكن تنشوف الوقت اللي مناسب اللي ما غيكونش فيه باختيار احسن ما خدامش لانه الدراري راكم عارفين الخدمه وداكشي ويلا سير دي عند الناس كل واحد الله يحسن العوان ديالو عنده ولادو عنده مشاكله قال انا غادي خطيبتي
فهادشي اللي كاين البنات. هادشي علاش شفتوني مشيت للسبيطار، هذا هو السبب باش كويت العروق وكان ضرني قلبي، تخلطات عليا الدعوه البنات. وهادشي شكرا لكم بزاف من القلب على الكلام الزوين ديالكم، كيفاش حسيتوا بيا، كيفاش حسيتوا انني يعني وقفتوا على الهضره اللي قلت لكم على داك المره. انا ماشي انا من النوع اللي مسالمه وما فيهاش الحظيه بزاف وما فيهاش قوه المراقبه، يعني ملاحظه بزاف شي حوايج تافهين ما شاء الله حش بزاف. راه تشوفوا الكليانات اللي تيجيو يوميا و تيضحكوا داك الشيء، يعني كيعطيو وجه زوين، حيت الكليان خصك تعطيه وجه زوين. عندي داك الشيء عادي لانه هو داك الكليان وخصك تعامل معاه زوين وكل شيء، ولكن ما وسط. راه شوفوا اللي تقول لك شي وحده تكون اللي كتعرفيها وتقول لك لا عادي ولا ما تسوقيش ولا هادي، عرفيها بغات تضحك عليك. نقول لكم الصراحه، حيت اللي غتبغي لكم الخير اللي غتقول لكم هذه الهضره اللي غنقول لكم انايا، مع عمرك ما تبقاي تقولي لا خصني نبان الطوب. الراجل الا درتي ليه هكا غتدصري. انا راه شوفوها انتما بحال كيما دار معايا، مشيت للسبيطار صيفط معايا الدري، عندنا داكشي فاس فاس، حنا متفقين على بحال هكا. وننصحكم نصيحه البنات، داك القضيه تبداي تقولي نبقى ساكته في الاول يلا كتبغي تبداي تبيني راسك، زعما راكي كول ولا زعما راكي ما كتسوقيش ولا زعما ما نكبرهاش. راه بالعكس البنات، راه اللي تديري معاه كعب باش تعطيك قيمه كيكون كيتصنت ليك، كيكون عاطيك اعتبار، تيكون خايف الا يدير شي غلط غير بسيط اي حاجه يقدر يبارطاجيها معاك. ماشي انني نبقى لا خصني نبين راسي زعما راني كول وراني ما كنتسوقش وراني الثقه في النفس. راه شحال من وحده تلقاي تبين لك داك الثقه في النفس الزايده، هادشي لا علاقه بالثقه في النفس، هذيك راه كتعتبر راسها انها ثقه في نفسها، ولكن العكس راه اللي ثقه في نفسها هي اللي كتواجه الواقع، كتواجه الواقع وكتحط نقط على الحروف، كتكون هي اصلا ثقه في راسها، ما كتحتاجش انها تبين لذاك الراجل انها ثقه في راسها بداك الطريقه، انها تبقى متهربه وتبين راسها زعما راه هكا وهي راه الداخل ديالها عالم باغي الله. لا راه كون كنت ما تيقاش، كون كنت مثلا زعما كيما شي وحده تيقولوا زعما النوع اللي كاين اللي ما كيشيقش فراسو ولا كيدير هكا، راه ما نقولش لكم حتى نتوما، غنقول علاش غنقول هادشي الناس غايقولوا ديما تيقاش فراسو، ولكن انا واخدها بواحد التفكير واحد اخر. اللي فهموني راه هما غتشوفوا الكومونتيرات وغتشوفوا البنات اللي فهموني. خاصك ديما الامور ديالك شي حاجه ضرتني في خاطري نقولها لذاك الشخص حتى هو كذلك. انا راه علاش انايا كيتحكم ليا مثلا في خدمتي، علاش تلبسي بحال هكا، علاش ديري هكا. بعض المرات كنكون جالسه شكون هذا اللي دار لك هذا الكومونتير، شكون هذا اللي كتب لك هكا، شكون هذا اللي دار لك هذا اللايك، شكون هذا اللي دار لك، علاش هو يدخل وانا ما ندخلش؟ سواء عطيه مجال فين يدخل، حتى انا خصني يعطيني المجال فين ندخل، ماشي هو يحكمني ويعصرني ويقطرني مزيان حتى يخليني يخليني ناشفه وهو ما ندويش. لا حنا عندنا بروغرام بحال هكا، راه ماشي تقلقش، بالعكس الشيء الا ما تسوقش ليه تيقول لي انت فيك شي ان ولا فهادشي كيقول لي انت فيك شي ان، ماشي هذيك يعني نشوفني ما دويتش ولا ما قال شي حاجه. بالعكس اهم حاجه امتى تيوقعوا مشاكل، امتى انا نقولها لكم منين تتكوني انت ضاربه الطم ونهار اللي تتفاجئي داك الراجل تتخرجي ليه بواحد الخرجه كيتصدم فيك. انا راه من الاول دوما الشروط ديالي، راه قبل كان كيقول لك لا مثلا هذا امي ولا راه سميتو كنعرف هادي بحكم الخدمه ولا قطعش عليه داكشي كامل، حيت حنا مسلمين البنات بلا ما نبقاو نخلطوا. كاين اللي كتقول لك واش تشي في الانجليز وهاد العقليه، انا الافكار ديالي تتبقى هي هذيك اللي ربوني عليها الوالدين ديالي والاسلام، واخا نتحط مع فين في الموزمبيق تنبقى اسيه بيوتي ضحككم شويه كنبقى انا هي انا، ما يغيرني لا الشكل، ما يغيرني لا بلد، ما يغيرني لا عصر، ما يغيرني حتى شي حاجه. وخا الله يجعلني نكون في 2040 نبقى انا هي انايا، علاش نتغير زعما؟ حتى في هذا راه تفكير غلط. لا جالس انا في الانجليز خصني نولي كول ونولي هكا وندوش الدريه ضرب المينيه باش يديروا الراجل دي ماساج ونقول هانيه. لا اختي سمحي لي، الراجل من الاول عندي تعلم هادشي ومعارفه، وهو اصلا لو كان عارفني انا مريضه ولا عندي شي غلط ولا شي حاجه راه يبلبل معايا ونفري وكل واحد يشط طريقه. ولكن داكشي كامل اللي شافو لوجيك لوجيك لوجيك. وفعلا انا قلت لكم انا اللي قبلت في الاول، انا اللي قبلت قلت ليه اوكي، حيت هو ما كيقول لي انا ما تنرشحش يكونوا معايا البنات، لانه كنبغي نضحك براحتي، كنبغي ندير شي حاجه في خاطري، كيدخلوا البنات كنوليو فشي مواضيع اخرين يعني ما كاينلاش. ولكن هذه حاله البنات اللي تفرجوا في الفيديو الاولاني غادي يكونوا فهموا، حاله خاصه. داكشي علاش جات هاد البنت وتصاب هذاك اللي جابها، حتى هو سوسه خطير حريمي، هذاك راه ماشي من بلاد، هذاك عربي باش نقول لكم صافي. والخبر اللي بغيت نقول لكم، منين جيت من السبيطار وداكشي، لانني فاش جيت شفت داك الحاله ديالتي وداك يعني ما
كنتش ضاربه الحساب انا هادشي غيوقع ليا انت وقع ليا داك النزيفني فيه وداك الشيء لانني تعصبت بزاف وطلع ليا الطونسيون وداك العروقه طرطقوا حيت طلع ليا الطونسيون بزاف في داك الضغط شنو هو الطونسيون والضغط داك الضغط طرطق ليا العروقه فنيفي فاش قال لي سيري حتى ترجعي ونهضروا قلت ليه شنو ياك ما كاين باس قال لك سيري دابا انت سيري تعالجي شوفي صحتك حتى ترجعي ونتفاهموا فعلا رجعت قال لي علاش درتي في راسك هاد الحاله تعصبتي هاد الاعصاب كاملين اي حاجه عندها حل يا قلنا غادي يفوت راس العام غتزيد في حاله سالينا صافي قلت ليه لا شي جديد اللي وقع وترني لانني شفت شي حوايج اللي داكشي اللي سبحان الله الاحساس ديالي راه ما خيبنيش فعلا البنات قالوا لي تيقي في الاحساس ديالك والله الا عندي احساس ما كيخيبنيش اقسم لكم يمينا شحال مره طرا شي حاجه راه ماشي غير معاه هو مع الدار مع اي واحد تنحس بشي واحد فيه المكر والله الا تيطلع ماكر قسما بالله صافي قلت لكم من بعد صافي قال لي فاش جيت وداكشي جلس معايا حتى الصباح حتى الشراجي لقيت كلشي كاو ناعس قال لي الصباح فاش فقنا كنفطر وداك الشيء قال لي شوفي واش هاد المشكل هذا يعني حسيتي براسك هاد الجلسه هي سيمانه قلتي سيمانه التوتر اللي وصلك لهاد الحاله هذه قال لي اليوم غادي تمشي في حاله سالينا قال لي دابا جاوبيني دابا ياك تي هاد سيمانه موطاك قبل ما غادي ندير يعني انا عطيتهم انذار دابا بنادم دخل سوق راسو ولكن الا حسيتي متوتره انت جالسه دابا متوتره حيت شفتني عرفتي شنو راه فاش مشيت للسبيطار وجهي صفر قال لي لك كنتي كتحسي براسك متوتره دابا تمشي الله يعاوني عاونا قلت لي صراحه متريني بجوج نكذب عليك بجوج متريني ما عجبونيش فعلا البنات صافي داكشي اللي كاين مشى للخدمه وداكشي مشى البنات الخدمه في هذا النهار هذا اللي تنهضر لكم مع اللي كنهضر لكم فيه في هذه العشيه هذه هي اللي كنهضر لكم عليها شنو قال لي دابا فاش يعني ساعات قبل معدود يعني واحد السويعات قبل عيط ليا ودابا قررت نبارطاجي معكم هادشي قال لي راه قبل ما يعني ما جاتش لواحد في وجهك بدا تقول ليه يلاه يبدا يجي يبدا تناقش معاه علاش سير وهذا الناس لي بروفيسيونيل ديال الخدمه يكونوا كيعرفوا هادشي بلا ما جي قال لها بلا ما جي صافي الخدمه ديالك سالات وخونا الاخر حتى هو قال ليه سالات الخدمه ديالك بلا ما تجي الدري جرى هي ما قدرتش بقات تسول بزاف عرفات الفيلم علاش داير قالت ليه صافي الدري ويسولو قال لي علاش شنو واش كاين شي مشكل درت شي حاجه قال لي لا ما محتاجكش وصافي ما بغاش يبقى يدخل معاه في الداتا ما كاينش غادي يدسر صافي هادشي اللي كاين ومن بعد البنات نقز واحد شوفوا شنو قال لي هادشي كيهضر معاه قبيله كان ما عندوش خدمه بزاف وهو كيهضر معايا في التليفون تخيلوا معايا واحد شنو قال لي من هذاك الدراري اللي كان مجموعه كيجمع معاهم الاخر والاخرى يعني الكليكه كيجمعوا مع بعضياتهم قال لي تخيل معايا واحد المره يعني هو اصلا ماشي قلت لكم هكا راه تيضحك معاها وداكشي راه ما كيضحك ما والو بيناتهم غير الهضره ديال الخدمه حيت ضروري غيدوي معاها الهضره ديال الخدمه فقط ما تيضحك معاها ما تيدسر ما والو الضحك اللي كتشوفوه معايا في الخدمه وحده اخرى يعني منضبط وداكشي ماشي كيقمع وانما انضباط يعني ما كاينش داك الضحك والتريغيل ولكن هي كاين واحد النوع عزيز عليها بحال هذا النوع ديال الرجال باش نقول لكم كتشوف الراجل كتقول هذا شخصيه كيبان شخصيته زوينه داخل سوق راسي جنجر وكاين اللي عزيز على داك الشخص اللي كيبان له صعيب واللي عزيز على الجر ما عزيزش على السهل راه كاين شحال من واحد تما خدام وما بانش له حتى شي واحد بغات هذا عامل بعد نكمل لكم ويقول ليه واحد قال ليه الصراحه بغيت نقولها لك ولكن دابا ملي نمشى وغنقولها قال لي حيت خفتك تقولها لهم قال لي شنو قال لي واحد المره كتهضر هي والاخر كتهضر هي والاخر تيقطعوا في شي حاجه وتتهضر هي وياه هي تقول ليه بغيت غير نسولك واش علاش ما لاحظتيش واحد الحاجه قال لها شنو قالت لي علاش تيضحك معاهم كاملين كيكيخ معاهم تيوصلش لعندي شي جمع الغباشه ويقول لها ما عرفت قال لها سوليه قالت لي لا ما نقدرش نسولو قالت لي واش تمسطي ويقول لها قال لها كيفاش جمع غباشه قالت لي لا كيبقى يتريقل معاكم وتيضحك ولكن تيوصلش لعندي انا كيجمع معايا الكور ماشي بغيش يضحك يعني تيهضر هضره يعني من داط هي بغات ها ها عرفتي اش كدير البنات راه شنقول لكم منين كنمشي حيت انا عبرت لها الميزان ماشي مع الاخرين كي كدير كبدات تلاوح عليهم تعانق هي وياهم الضحك وداك الضحك الباسل راه قلت لكم وحده عرفتي فين تبان هادي الزين هكا كدير زوينه ومحتارمه راسها ولكن كتبان لك باغا تخدم يعني واخا تهضر وداك الشيء قلبك شي طمأن سبحان الله هادي ما توصلت الاخرى حتى في واحد الربيع مش وصل لها وباغا الطيار طياره انا شحال من وحده تلقايها راه ما جاتش بالوجه ولا جات سميتو شحال من وحده كتلقايها طياره كتلقايها تحنتك باش نقول لكم هادي فالحمد لله البنات الحمد لله دعواتكم وصلات شكرا لكم بزاف لانه هادي ماشي شي حاجه اللي سهله انا وليت خايفه عليه ما نكذبش عليكم وليت خايفه عليه من الباطل
حيت هذه ماشي شي وحده باغا تخدم، واش خايفه عليه من الباطل؟ والباطل هنا ديال هنايا قاصح ثقيل، واخا هو الباطل ما غاديش يتحط عليه، ولكن كاين الكاميرات وكاينين الشهود، يعني الدراري كاين واحد اللي كيعرفهم قدامين خدامين معاه لمده طويله، شي يعرفهم مزيان وداكشي، والله يعمر لهم الدار، يعني هادوك شهود شايفين كلشي على عينيهم، تنعرف عيالاتهم وكلشي. بلوس دوسا وليت خايفه، يعني شي حاجه تقدر توقع غير بارازار، انا يدخلني فيها شي شك ولا شي حاجه. مهم بزاف د الحوايج بداو تيدوروا ليا في الراس هاد الايام، داكشي علاش وليت راسي خدام بزاف، وليت سير ميناج عقلي ولا خدام سير ميناج، يعني خدام كثر من القياس، صافي انا راسي تبلوكا. فهادشي اللي خلاني انني انفجرت، وهو بلا ما نعاود ندوي مره اخرى، بان لي كنقول لي كتقولي باقا سيمانه، يعني باقا للنهايه ديال العام باش يكمل، قال لي انا عارفك غتبقاي على هذا الحال وغتزيدي تمرضي راسك وتابعينك الدراري وتابعك شحال من حاجه، حاجات منين كنمرض راسي كيتستوكا، ما تنبقى نعرف لا نربي ولادي، ما تنبقى نعرف لا نهضر معاكم في القناه، هذاك الفيديو اللي فرغت عليكم خاطر راه كنت واصله ليا العظم، ما كنعرف لا نبقى نشقى لا نبقى ندير شي حاجه لا نضحك لا حتى شي حاجه، صافي العقل ديالي تتبلوكي الا كان شي حاجه سيريو. وانا النصيحه اللي تنقولها لكل وحده، حيدوا ديك القضيه ديال لا ما نقولش، راه شحال من وحده تتبقى كتهاون في راكم تشوفوا شنو واقع في السوشيال ميديا، اغلبيتهم اللي عندهم مشاكل كبرى شنو المشكل ديالهم، تتهاون في هذا الشيء يقولوا ليه، كتهاون في الحقوق ديالها، شي حاجه حقها، يعني هذا راه كيتسمى حقي، هذا راه ملك ديالي، هذا الراجل كلي كتقول لا الخدمه ما تسوقيش، لا اختي اسمحي لي، هذا التفكير ديال هذا النوع اللي كيكون كتقول لك لا الخدمه ما تسوقيش، كتلقاي التفكير ديالها فاشل، الراجل راه غادي اي حاجه يقدر يديرها يقول لها ماشي شغلك، تتربي راسها على القمع، تتقمع راسها بلا ما كتشعر. الخدمه كما كما قلت لكم كيداخلي في خدمتي، انا كنداخلي في خدمته، عاطيني هو اصلا لوردر، مثلا كاينين شي حوايج اللي يعني خارجين على النطاق، شي حوايج انا اللي مكلفه فيهم في الخدمه وديرهم ليا، يعني في سميتي انا اللي تمشي نتكلف بهم، يعني الا ما كنتش انايا ما يقدرش يديرهم، حيت دارهم ليا في سميتي، يعني لو جيت انا السيده بغيت نوقف على حسكه وكنت بلا عقل غنتفرقع عليها وغنقول لها انا اللي مكلفه هنايا، ولكن انا ما وصلتش لذاك النيفو باش تعرفوا، ما بغيت نوصلش لاقصى درجه، لانه بابا تيوصي فيه ويعاود يوصي فيه ويعاود يوصي فيه، قول لي اسيه كنعرفك تتنفعلي تتسبقك يدك، جمعي راسك وتكمشي، جمعي راسك وتكمشي حتى تخرج الامور بسلام. قلت لكم هذا الحياه كنبارطاجيوها مجموعين، ماشي غير في الحاجه ديال نكون غير انسانه، الراجل كنديرو بحال واحد الاداه خصو يخدم عليا يجيب لي الفلوس صافي كافي، لا انا الراجل كما كيخدم كيجيب عليا الفلوس داكشي، خصني حتى انايا داك الراجل تنعرفو شنو تيدير، كنمشي منها كنراقب ومنها كنمشي نفوج على راسي نجلس عنده في الخدمه، راه قلت لكم ماشي بالضروره كاينه هذه، انا الطبع ديالي من النهار اللي عقلت على راسي وانا تنمشي عنده، ماشي بالضروره هذه، غير باش نقول لكم واحد الحاجه باش تعرفوا شنو كاين، انا راه تنلاحظ هو ماشي غنقول لكم دمدوم، لا هو راه قاصح، هو راه فيه القباحه، ولكن في شي حوايج هو راه ماشي كما كتشوفوا كيضحك معايا في القناه، راه في الخدمه حاجه اخرى، ولكن هذه تستعملات واحد الطريقه خاصه، كتبين راسها ما مسوقه، كتبين راسها زعما راه على نياتها وداكشي، ولكن كتستعمل واحد الطريقه بحال الفعل، ولكن انا عقت بها، وهو بفمه قالها لي قال لي شتي انت كاينه، قلت لكم قلت ليه انا اسيه بيعطي الدرج بيا باذن الله تعالى كزاويه قحه. قلت لكم البنات غير باش تعرفوا داك البنت اللي كانت جابتها على الخدمه اللي جايه كتخيخ معاها قدامها في الباب، هذيك البنات باش تعرفوا واحد القضيه، انه هي اللي كانت مر الاول قلت لكم جايه بالرموش وداك الشيء، هي هذه، يعني لا يعقل واحد قال لك انا ما باغيش ما محشاش الخدامه وتمي جايبه عاوتاني جايباها وكتسول نفس السؤال، اذا هنا تتبين راسك تضغطو، فهم. المهم البنات سمحوا لي كنت نهضر تلقيت داك الشيء سايد ليا من هنايا، سمحوا لي على المنظر، شوفوا نتوما كي حويجي تزكوا عليا هذا المنظر العجيب، حيت خصني نكمل لكم الفيديو، المهم باش الشيء اللي كاين ما خصنيش نتكي بلات اللي كيرعفوا، ما تشكيوش راسكم وما تحاولوا انكم تسديني فيك شي تقطع الدم، واش ديري بحال هكا الا جيتي ديري هكا كداك الجلطه كتلصق هنايا، ملي كتجري كيتعاود لك نفس المشكل، الا كان عندك شي عرق نيت بحال ديالي دغيا كيطرطق فهادشي كاين البنات، قلت لكم جيتوني شان حطيت لي داكشي داك عزة نفس هادشي ما كاينش فهادشي، هذا راه ماشي صاحب، هذا راه الزواج، داك عزة نفسك الوحده تخليها عندها،
دارا ماشي تصاحبي بالبنات، دارا الزواج. الزواج الا درتي داك الشيء ديال عزة نفسك شي خصك تحطي كلشي قاطع، لا هو يدير عليك عزة نفسي ولا انت ديريها عليه. لكننا غنديروا على بعضياتنا ديك عزة نفسي، اللهم كل واحد يشط طريقه وحسن لينا. انا البيرسوناليتي ديالي عز عليا نتقاتل على حاجتي، عز عليا كنتحارب على حاجتي، ما عنديش شي اللي يشمتني. عزيز عليا نخرج بالنتيجه اللي كتوافق الطرفين، ما فيهاش الانانيه، وفي نفس الوقت ما فيهاش داك زعما ما فيهاش شي حاجه اللي متطلبه زايده على العاده. كنبغيش وقت اللي زعما شي وحده ديرها بينا بحال هادي، باغا ديرها بينا، باغا تكلخنا كامل وتطلع هي اللي واعره. صافي في الاخر جبدت على راسها نحل، قلت ليه المره الجايه تجي شي وحده فيهم وتقول لك واش باغا خدمه. قلت ليه قول لهم ما بقيتش نخدم البنات، هادشي اللي كاين البنات. المهم تفكيت من هاد المشكل، عرفتي تمسح لي القلب. علاش البنات دابا راه البنات اللي عندهم اكسبيريونس وعارفات وداو جابوا في الدنيا وعارفين الوقت كيفاش داير، راهم فهمونا. دخلوا الكومونتير شوفوا تبارك الله البنات شنو كتبوا، داكشي فهموا يعني، شافوني غير بالطريقه كيفاش كندوي، عرفوا البلان. ابو حنايا ما كديرش بينا، حنا العرب بصفه عامه كتلقينا زايدين في الذكاء نغزة. المهم البنات ما طولش عليكم بزاف، تنشكركم بزاف بزاف، ونبوسكم وحده وحده، كنتو حدايا نعنقكم كاملات. الله يخليكم ليا والله يحفظكم ليا. عرفتي اختكم راه مقتوله، شوفوا لي عينين كدايرين عيانه مسخسخه، فقت من النعاس وبدلت الدراري وداكشي تكاو دابا رجعوا ينعسوا، انا غنمشي نعاود نرجع نعس نتكرشح شويه، لانني الدماغ ديالي عيا، دماغي مخي عيا، وان شاء الله نولي لاباس. عرفتي المشكله شنو هي؟ هي انني عارضه على واحد الناس غدا، يعني غدا خصني نقوم بالواجب، لانه عرضنا عليهم دابا شي سيمانه صاحبو ومراتو. الا جينا نقولوا دابا، الا جينا نقولوا حتى راسي مشوجه، الا جينا نمشيو نقولوا، الا جينا نقولوا زعما ما يمكنش تاجلي، يعني هذا هو هذا هو اللي كاين، يعني عارضه عليهم وداك الشيء. فخصني على الله تصبح بخير، على الله تصبح بخير ونقدمهم ان شاء الله. البنات بوسه لكم كاملين، نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. وتنشكركم بزاف بزاف البنات اللي غيسولونا، الحمد لله تفكينا منها صدرها، وكل حاجه توقع الا وفاها خير. راه مزيان هادشي اللي تيطرى باش الواحد يعرف راسو اللي عليه واللي ما عليهش. وزائد حاجه اخرى قلتها لك، قلت لي عمر البنات ما يخدموا، عمر البنات يعني عمر الجنس اللطيف ما يخدم معاك الاحسن. قال لي انا تنفضل، قال لي انا النهار الوالد تشاورت معاك وانت قلتي واخا حيتاش مضطرين، اما دابا قال لي واخا انت تقولي لي انا نقول لك لا. قلت لي احسن حاجه خويا، خلينا مرتاحين هانيين، راه داكشي اللي كيكون قريب بحال هكا الاحتكاك بزاف هو اللي تيدير المشاكل. فعلا الشيء اللي تفاهمنا عليه الجنس اللطيف لا، خليك مع الرجال. وعرفتي دابا كاين خاصص لانهم خرجوا بجوج، عرفتي راه كارثه. قال لي اقسم لك بالله، قسما بالله، قال لي الا خرجوا بجوج غير على ودك، قال لي اما راه دابا القضيه محاكه ديال بصح، قال لي اما راه دابا الخدمه ديال سميتو كلشي ولا معكل بسبب هاد الجوج، لانه جاو في واحد الوقت حارج بزاف، يعني راس العام راكم عارفين. قال لي ولكن السلامه ديال العائله ديالي هي الاول، حيت هادشي قال لي غادي في خطر، غادي تيتقال. حيت قلت لكم الاخرى تصرات ولات كتجي عندها ولو بحال هكا دايرين بحال حلف شميشو. قلت لكم بلاش غير شيقوا فيا، اقسم لكم بالله ملي تنقول لكم الحاجه عندي احساس زايد نغزه، ملي كنقول لكم الحاجه ثقوا بيا وغادي تحسوا انه احساسي راه فعلا كاين. البنات اللي فهموني حسيت بكم، شوف الكومونتيرات فهمتوني المره الاولى، قدر في الفيديو جاكم وقال انا مسودنا وداك الشيء، ولكن هاد الوقيته هادي لدرجه هو الناس اللي دايرين بيا، الناس اللي كنعرف من هضرت معاهم في المغرب قالوا لي عندك الصح 100% ما غلطتيش، وحتى نتوما قلتوها ليا. فتنشكركم بزاف بزاف البنات، والحمد لله راه زادت في حالاتها، الحمد لله لا هي ولا داك القمقوم اللي كان معاها، الحمد لله تهنينا منهم. بوسه لكم كاملين البنات، وهذه نصيحه نقولها لكم، شي حاجه عندك في خاطرك قوليها، راه شحال من وحده كتلقايها كتبغي تهضر من بعد تجيها صعيبه، لانها ما ولفاتش للراجل وهو كذلك. ديما عبروا داك القمع وداك الشيء حيدوه من دماغكم، لا ما خصنيش ندير هكا، خصني نبان بحال هكا، لا الراجل خي غيتصرا وداك الشيء، لا تصرا غادي نكركبو سالينا الا تصرا زعما مثلا الا تصرا. ما حنا مفاهمين على هادشي من الاول، فاهمين انه نقاط في الحروف تيتحطو كيما كان نوع هاد الحاجه، يعني ما كيضروش هادشي، بالعكس كيقول لي مزيان اللي تقولي احسن من اللي تسيفي عليا وديري شي حاجه تقدري تكون كي اللي كتنتقم كدير كترد الصرف بواحد الطريقه ما هيش. اما انا ما رديت لا صرف لا والو، جيتوني شنو حطيت لي شنو كاين. ايوا شكرا البنات، شكرا لكم البنات بزاف بزاف، دعيو معايا ني في تفيكسا الروبيني ما بغاش يتسد، ما فهمش مالو، تبوشه ماشي تبوشه تفاره. بصيكم كاملين، السلام عليكم البنات، غنمشي نرتاح عيش وحق الله يلاي.